السلام السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمصنع جديد لإنتاج الألواح الشمسية واللي يقع في ورقلة، وللعلم أنه فيه مصنع آخر من هذا النوع يقع في ولاية ميلا، وهذا المصنع اللي يقع في ورقلة متخصص في إنتاج الألواح الشمسية، وهنا نلاحظ يعني التجهيزات آخر التجهيزات يعني بآخر التكنولوجيات في هذا الميدان، واللي هذا المصنع ينتج ما لا يقل عن 200 ميجاوات نتاع من الألواح يعني في السنة، يعني تجهيزات لإنتاج يعني حقول تاع يعني إنتاج استرقاء الطاقة الكهربائية انطلاقا من الطاقة الشمسية من الشمس، يعني بقدرة نتاع 200 ميجاوات سنوين، ويعتبر ثاني من نوعه في الجزائر بعد المصنع الآخر مصنع ميليتك اللي يقع في كما قلنا في ولاية ميلا. إذن هذا المصنع اللي حاليا يعني يشغل 200 عامل، واللي حصل على آخر يعني السيرتيفيكاسيون تاع إيزو من معاهد أمريكية، ويستعمل تقنية تكنولوجية آخر تقنية نتاع من ألمانيا في إنتاج الألواح الشمسية، أيضا لبانو فوتوفولتايك بطاقة 200 ميجاوات إذا في السنة، واللي كما نشاهد يعني في الصور نسبة الأوتوماتيزاسيون تاعو يعني نسبة العمل الآلي تاعو وصلت إلى 90% من يعني البروسيس نتاعو هو أوتوماتيزي يعني باستعمال الروبوتات والميكانيزم دي برودكسيون اوتوماتيك، وكذلك باستعمال السيستم دو ديجيتاليزاسيون نتاع لي كوموند ديجيتال. اذن هذا هو المصنع، واللي كذلك من الخصائص تاع المصنع هذا نتاع زرغون جرين المتواجد في ورقلة، واحدة من خصائص تاعو هو أنه فات كل المصانع الموجودة في أوروبا في ميدان الأوتوماتيزاسيون، لأن نسبة الأوتوماتيزاسيون تاع 90% تعتبر واحدة من أعلى نسب نتاع الأوتوماتيزاسيون في الميدان إنتاج نتاع يعني لي بانو فوتوفولتايك. وكذلك يعني زوج مصانع هذو سوف الانتاج تاعهم يدخل في اطار البرنامج نتاع الدوله نتاع انتاج 1000 ميجا وات اللي راه مبرمج من طرف وزاره الطاقه، يعني بشراكه مع سوناتراك وسونيل غاز، إذن لإنتاج 1000 ميجاوات سنويا اللي راح تنضاف إلى 200 ميجاوات موجودة حاليا الحقول إنتاج الكهرباء، حقول يعني استهلاك الطاقة الشمسية في الجزائر يعني من مجموعة نتاع الحقول في حوالي 24 حقل موزعة على كل مناطق الجنوب الجزائري، تنتج حوالي 250 ميجاوات سنويا، وستتم على بعد الانتهاء من البرنامج هذا تاع 1000 ميجاوات يصبح لدينا 1200 ميجاوات نتاع انتاج تاع الكهرباء من الطاقه الشمسيه، واللي يعني سي ليكيفالون دين ستاسيون دو برودكسيون نتاع الالكتريسيتي بالغاز. احنا يعني متوسط المحطات الموجوده عندنا لانتاج الكهرباء باستعمال الغاز الطبيعي متوسط على الإنتاج هو حوالي 1200 ميجاوات سنويا، إذا سوف يعني مجمل الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة الشمسية سوف يعادل محطة واحدة
لإنتاج الكهرباء باستعمال الغاز. إذن هذا هو الإنتاج، وهذه هي التحديات اللي رانا نواجهوها حاليا، يعني الجزائر في ميدان التحويل الطاقي اللي رانا نصبوا إليه، يعني توا على الأقل تنويع من مصادر الطاقة باستعمال الطاقة الشمسية. بالإضافة إلى هذا فيه مصانع مبرمجة راهي قيد الإنشاء لإنتاج البطاريات نتاع الليثيوم، يعني لتحسين وتطوير لوروندمون نتاع هذه المحطات نتاع توليد الكهرباء، لأن المشكل في التوليد نتاع الكهرباء هو قضية عندنا قضية مهمة، وهي قضية التخزين تاع الكهرباء، لأن يعني الأكيميلاسيون تاع الكهرباء تندار على مدار 12 ساعة نتاع الوقت، يعني كل الوقت، لكن الاستعمال تاعها ما يكونش على مدى 12 ساعة، إذن يطرح مشكلة التخزين نتاع الكهرباء. والآن فيه تقنية جديدة باستعمال مادة الليثيوم لإنتاج البطاريات لتخزين الطاقة الكهرباء، وإن هذه البطاريات اللي تتعمل بالليثيوم سوف يكون عندها مردود أفضل في التخزين. إذن وحنا خاصة أننا نعلم أنه فيه اكتشاف نتاع مادة الليثيوم في منطقة معسكر والغرب الجزائري، في حوالي يعني كمية كبيرة، حوالي 200 ألف طن نتاع الليثيوم سنويا، وتقدر الكمية هذه تروح إلى 1 مليون طن سنويا. وهذه المادة هذه تستعمل كثير في الميادين ما يسمى بلا تكنولوجي دو بوينت، في ميدان تكنولوجي العالي الدقة. إذن المادة ثمينة جدا ومطلوبة جدا في الدول التي تستعمل التقنيات المتقدمة في ميادين مختلفة، وكذلك منها كما قلنا ميدان إنتاج البطاريات اللي تعمل بالليثيوم، إذن واللي سوف تحسن من مردود نتاع الإنتاج نتاع الكهرباء، يعني بتخزين أفضل، ما يكونش فيها لي باتري، لأن الباتري البطارية عندما يطول الزمن تاعها فيه كمية كبيرة يكون فيه ضياع لكمية الكهرباء. إذن هذه تحافظ على المخزون نتاع الطاقة الكهربائية باستعمال. سوف نقوم بفيديو آخر حول المصنع الآخر اللي موجود في ولاية ميلا، واللي تعمل تاك يعني مصنع آخر اللي ينتج نفس المادة تاع اللي بانو فوتوفولتايك هادو. إذن نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.